في افتتاح البرانش الرابع لبراند الذهب العالمي الأزوردي، كعب عالي قابلت رئيس مجلس الإدارة سليم شدياق وإيهاب إبراهيم مدير عام فروع مصر عشان تعرف منهم حكاية الأزوردي واختيارهم للفنانة التونسية درة سفيرة لمجموعتهم الجديدة شاين. اليوم الأزوردي عم تطرح الكوليكشن الجديدة في سوق اسكندرية، هيدا بيجي تحت عدد كوليكشنز نطرحهم كل سنة في سوق مصر وفي البلاد العربية بشكل عام. نطرح أكثر من 5000 موديل سنوياً في البلاد العربية، ونحن كنا حابين اليوم بالاستقرار والوضع الأمني عم نشوفه اليوم في اسكندرية، مبسوطين بالتطور اللي عم بيصير وجايين. عزمنا كل العملاء الكبار تبعونا وجايبين 6 درة صاروا معنا وجايبين الكوليكشن الجديدة لنطرحها ونفاجئها للسوق. ولازوردي تشتغل مع عدة ستارز وسيلبرتيز، كنا بزمانات مع إليسا، عملنا دي في دي كمان بارتنرشيب مع سيرين عبد النور، وهلا عندنا كولكشن مع درة، وعم نشتغل كمان مع ليدي فوزازا، في عندنا كولكشن جديده طالعه مع ليدي فوزازا في السعوديه، وعندنا نشتغل مع عدة سيلبرتيز وعدة ستارز، ودرة سمعتها حلوه في مصر. المعرض رقم 4 اللي بنعمله السنه دي، احنا بنعمل حوالي 8 معارض في السنه، بنتوجه بيهم لثمان مناطق مختلفين في جمهورية مصر العربية عشان نغطي كل أماكن مصر. الجديد في المعرض دوت إن احنا بنطلق مجموعة شاين اللي هي تحت برعاية درة الممثلة، والجديد إن الموديلات دي كلها أحدث صيحات الموضة في العالم كله. احنا بنعمل مجموعه دراسات على مدار السنه بندرس فيها السوق المصري كويس قوي، وبندرس بالاخص المستهلك المصري، وبندرس ذوق السيده المصريه. فاحنا بنعمل مختلف الاوزان للشبكات او للهدايا عشان نخاطب بيها كل المستويات الاجتماعيه، فبنقدر ان احنا نوفر شبكه من اول 7-8000 جنيه لغايه اي حاجه على حسب الطلب، انما هو متوسط الشبكات من 7-8000 جنيه ل 25-30000 جنيه. الجزء الثاني اللي بنشتغل عليه هو جزء بيعتمد على التكنولوجيا اكتر، مصممين بس التصميم مش يدوي، بيبقى من خلال الكمبيوتر، فبنعمل دورات تدريبيه كل 3 شهور لخريجين في كليات فنون جميله وتطبيقيه او كل خريجات الفنيه، بنعمل لهم دوره تدريبيه بتستمر 3 شهور بنعلمه فيها على التصميم على برامج الكمبيوتر الحديثه وتصميم الحلي بالذات والمجوهرات، ومن بعد ذلك برضه بنوجد له فرص عمل موجوده عندنا في الشركه او في اي شركه تانيه هو يحبها. ومن ضمن الحضور كان العميد محمد حنفي مدير مصلحه الدمغه والمصوغات، واللي كلمنا عن كيفيه تجنب الذهب المغشوش وحكايه الباركود الجديده اللي هيتم تفعيله قريب قوي عشان تقدري تعرفي الذهب الاصلي من المغشوش. والله احنا حضرتك في مصلحه الدمغه والمصوغات والموازين بنقدم خدمه للجمهور مجانيه، ان انا عندي قسم موجود داخل المصلحه للكشف للجمهور عن الذهب مطابقته للعيار اللي هو شاريه منه. احنا الحمد لله رب العالمين، تعليمات سياده الوزير ان احنا نعمل باركود، ده هيسهل على المستهلك. هو ببساطه جدا ان هو هيبقى ليبل موجود مع المنتج، بيقدر المستهلك ان هو زي كارت المحمول كده يقشط ويتصل برقم هيرد عليه يقول له مالي الرقم اللي موجود على الكارت، بيقول له ان المنتج ده تم دمغه في مصلحه الدمغه والموازين او من عدمه. احنا خلصنا من ورش العمل والمناقشه بتاعته في مرحله التقنين عشان يصدر بيه قانون. وبعد جوله كاميرا كعبه عالي في المعرض حضرنا المؤتمر مع الفنانه دره، وكان لينا لقاء معاها مميز جدا، وكلمتنا عن كيفيه اختيارها سفيره للازوردي وحكايه لازوردي معاها في مسلسل صديق العمر. والله هو يعني التعاقد بقاله فتره دلوقتي، يعني 6 شهور اعتقد، مش عارفه يعني قد ايه، بس هم عدوا بسرعه الحقيقه. انا حاسه ان انا مرتاحه قوي مع البراند، هو يعني يمكن هم لقوا فيا الشكل اللي هم عايزينه للازوردي، الشكل السفيره اللي تمثلهم احسن تمثيل، وانا برضو لقيت في البراند ده براند مشرف ان انا اكون واجهه ليه، بيضيف لي مش يعني بالعكس، يعني بحس انه اضافه ليا، بيتميز بالجمال والاناقه وبيطلع ده فيا اكتر يعني. فالحقيقه
يعني اتمنى ان احنا نكمل مع بعض وننجح اكتر كمان ان شاء الله. شاين كولكشن اكتر كولكشن هو يمكن شبابي اكتر، في ذهب، في تصميمات اللي هي فيها شكل ورد وشكل فراشات وحاجات زي كده، تحس ان هي ماشيه مع البنات من كل سن. الحلقان هتلاقي معظم الحلق ممكن تلاقيه بسيط، ممكن تلاقيه صغير شويه، فممكن يتلبس كاجوال يعني على حسب الاستخدام، بس انا شايفه ان هي تمشي جدا مع سننا. يعني اخترت الموديلات اللي تمشي مع الستينات يعني، والستايلست يعني لازم اللي كانت موجوده في الستينات، الموديلات اللي هي شاين وكده ما كانتش موجوده خالص في الستينات، فما كانتش هتبقى مناسبه. هي موديلات مودرن قوي، بس الستينات كان اكتر حاجه البيرل اللولي والاحجار والالماس طبعا. استنوني في كعب عالي، دريم حلم حياة درة. بيقولوا الأكل نفس، وفي ناس بتقول شطارة وناس بتقول الفن، بس الحقيقة السر في الخلطة. كل يوم سر جديد، حلقة جديدة من سر الخلطة. سر الخلطة في الأوقات التالية على دريم ون. مع كل طلعة شمس صباح جديد، شعاع أمل جديد بيمنحنا التفاؤل. ابدأ يومك مع صباح دريم. صباح دريم في الأوقات التالية على دريم ون.